مرحبا، اليوم عندنا عريشة العنب، عريشة الدوالي، رح نزرعها بالتربة الدائمة. هي نتيجة الترقيد الهوائي اللي عملناه لعريشة العنب الكبيرة. عملنا لغصن ترقيد هوائي وزرعناه بالقصيص لفترة 5 أشهر، وحاليا رح ننقله للتربة الدائمة. القصيص يلي موجود قدامكو رح نفتحه من تحت، فقط من تحت، ونحفر حفرة وننزله مثل ما هو بقلب الحفرة، وهيك منحافظ على التربة اللي على الشروش، ومنحافظ على الشروش انها ما تتعرى من التربة الحمراء الأساسية اللي كانت عليها. مندفن السطل منيح بالتربة ومنسهمد التربة حواليه، وبعدين منسقيها مي. يلي بيعرفش يعني ترقيد هوائي، ترقيد هوائي هو نتيجة انك تيجي لغصن لشجرة معينة، لشجرة العنب او شجرة الحامض او شجرة المندلينا، وتقرر تحفه وتعمل له ترقيد هوائي، تجذير هوائي، تحط عليه تربة طينية او تربة بيتموس مبللة، وبعدين بتلفه بنايلون وبتحط عليه قصدير، وبتستنى عليه 50 يوم بيطلع عندك جذور، بتقصه من الشجرة الام وبتزرعه، وهيك بكون صار عندك شجرة جديدة وشجرة كبيرة، ووفرت على حالك وقت. وهيك وصلنا لآخر الفيديو، وشكرا لإلكم.